مش عارفين الدولار ناوي على ايه، ارتفاع متواصل، ربنا يسترها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، يا رب تكونوا دايما بألف خير. اقدم لكم تحديث لحظي لأسعار صرف الدولار والعملات اليوم من قناتي انا وحياتي، اليوم السبت 16/11/2024، فضلا وليس امر. اتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. سعر الدينار الليبي اليوم 10 جنيه 18 قرش، سعر الدينار الأردني 69 جنيه 61 قرش، سعر الريال العماني 128 جنيه 23 قرش، سعر الدينار البحريني في البنوك 130 جنيه 99 قرش، سعر الدرهم الإماراتي في البنوك 13 جنيه 44 قرش، البيع 13 جنيه 64 قرش، سعر الريال القطري في البنوك 13 جنيه 53 قرش، سعر الدينار الكويتي في البنوك 160 جنيه 52 قرش، سعر اليورو في البنوك 52 جنيه 49 قرش، البيع 52 جنيه 99 قرش، سعر الريال السعودي في البنوك 13 جنيه 14 قرش، سعر الدولار الأمريكي 49 جنيه 39 قرش. السلام عليكم ورحمة الله.